Hello everyone, hello Jad. هلا رح نكون عم نحكي بالانترفيو عن ريل استيت، عن وضع ريل استيت خاصة بلبنان وبهالأوضاع الصعبة اللي عم نقطع فيها. جاد بيتار هو فاوندر لا كونفيدنس ريل استيت وهو بزنس انتربرينور. خلينا جاد نحكي شوي اللي عم يحضرونا هلا وعم بيتابعونا عن مشكلة العقارات، أي متى عم بتكون بالبيك ويكون حالتها بيرفكت، وأي متى عم تعمل ريسيشن وتنزل مع الوضع سبيشالي اللي هلا عم نمر فيه. هاي أول شيء للجميع، ويعني أنا I can't wait لهذه السيشن، لنا فترة عم نحضر لها، وبتمنى على الكل اللي عم يحضرنا اللي عنده أسئلة أكيد يأيدها مثل ما قال عبد الله، حتى آخر سيشن نقدر نعمل Q&A مثل ما حكينا. باتريسيا مثل ما سألتيني الوضع العقاري نحن بالنسبة لنا على طول بيتحسن إذا الوضع الاقتصادي منيح، إجمالا الوضع العقاري بيكون منيح، يعني بيكون العالم عم تشتغل، العالم تقدر تشتري، العالم تقدر تعلق، يعني بصير العالم تشتري أكثر بيعلى سعر العقار، وبنفس الوقت إذا في ريسيشن بالبلد أو إذا في مشكلة اقتصادية الوضع العقاري بيصير يتدهور ويصير يوطى السعر. هلا بس بدي ألفت لك نظرك لشغلة صغيرة، يعني تسبق على السؤال، الوضع اللي نحن اللي فيه هلا شوي خارج عن المألوف، يعني مثل ما نحن مش مثل العادي، يعني إجمالا بس يعلى الوضع الاقتصادي يتحسن بيعلى العقار، بس بهذا الكيس نحن في it's an extreme case، الوضع متدهور جدا اقتصادي وبتلاقي وضع العقاري على طول طالع طلوع. ليش بدنا نشوف هذا الشيء؟ يعني بهذا الوضع على طول نحن العقار هو مثل الشلتر تبع كل المشاكل، يعني كل ما يكون في خوف اكثر بالاقتصاد، كل ما يكون في خوف اكثر بالبلد، عالم متلبكي ما عارف شو بدها تعمل، بتروح بتشتري عقار. يعني بنعتبر العقار نحن بالنسبه لنا مثل كانه ملجا، يعني اليوم اذا في برا مثلا عم تشتت الدنيا بيروحوا العالم بيقعدوا بالبيت، بينما اذا في حرب بيروحوا بيقعدوا بالملجا. سو العقار هو الملجا لكل المشاكل، بس سوء على الاخر الاوضاع بيشتروا عقار، مشان هيك عالم بما انه هلا بلبنان كثير وضع عم يكون سيء، العالم كثير خيفانه، كثير عم تروح على هذا الملجا اللي هو العقار او الذهب، يعني عم نحكي جولد او ريل استيت، وهذا الشيء بخلي العقار يعلى سوق يعلى سعره، وبتعرفي عم يعني بيعلى بشكل مخيف، يعني صار طالع 50% تقريبا من اول كورونا لهلا. سو هذا الشيء يعني معاكس اللي حكيناها اول فكره، بس يعني مثل ما شفت الطلب زاد، الخوف زاد، مشان هيك العقار طلع سعره. هل رح يستمر الوضع برأيك بهيدا الطريقة؟ يعني بتعرف هلا الكورونا يمكن ما نخلص منها بسنة وباثنين، ووقتها تخلص يعني رح يكون عنا أزمة اقتصادية بعد أكثر من قبل، خاصة يعني نحن أوريدي قبل الكورونا بلبنان كان الوضع الاقتصادي أبدا منه سليم، يعني منه سيف. صح. شو برأيك رح يكون الوضع؟ يعني أنا أول شيء يعني مثل ما الأرقام بتقول في تقريبا 180 مليار المصرف المركزي، 180 مليار دولار، لهلأ صار طالع على الريل استيت تقريبا 10 مليار، سو بعد في 170 مليار، you never know، يعني إذا الوضع رح يضل في خوف أكثر أو بيضل متدهور أكثر والعالم عتلاني هم أكثر، رح تروح أكثر على الريل استيت، مثل ما نشوف بالحصار اللي صار بإيران، صار على المشاكل والضيقة والحصار كله، العالم كله راح للريل استيت، والريل استيت العقارات ترقى اللي صار 300% أكثر 400% أكثر. سو كل ما تضل طول هالمتاهة اللي نحن فيها، كل ما سوق العقار رح يطلع كفاليو، يعني رح يصير أصعب تشتري عقار. سو هيدا اللي رايحين له نبدا. بس هلا بهيدي الأوضاع بتعرف العالم كلها حاطة مصرياتها وديعها بالبنك ومنا قادرة تتصرف، يعني اللي معه ألف دولار مثل اللي معه مليار دولار هلأ بالبنك، هي ذاتها كلهم نفس الشيء مش قادرين يحصلوا على 100 دولار، يعني عم تروح تاخد مصرياتك باللبناني، هاي إذا كمان عم تشوف لبناني بكرة بيقولك يمكن ما في سيولة لبنانية كمان عاملة لبنانية. فهلأ الكل يمكن كمان يمكن زاد شوي شرية العقارات لأنه العالم محتارة شو بدها تعمل بوديعة، فأفضل يمكن يعملوا شيك بانكير ويشتروا عقارات. هلأ عندكم أنتم بالconfidence real estate عم بيزيدوا عم يشتروا العالم عقارات هلا بهيدا الوضع؟ رح قلك باتريسيا، نحن رح بلش بالسؤال بالجواب من اخر السؤال.
نحن بكونفورت سيتي ستيت على طول وي ار ادابتنج على اني ماركت. سو نحن بالنسبه لنا السيلز يمكن زادوا 10%، مش ما انتم مش قد ما مفكرين فريق الجينيفر، مش مثل قد ما مبين يعني زاد الرقم بس مش كثير. نحن على طول وي ار ادابتنج تو ذا ماركت وي ار فايندينج ويز تو دو ذا سيلز. هلا مثل ما قلت انت كثير عالم خيفانين بهذا الوضع عم يجربوا يطلعوا مصرياتهم من البنك، هذا شيء نورمال. بس كمان الاونرز مش كانوا عم يقبلوا يبيعوا، لانه اذا بده يبيعوا هلا عم يرجعوا هن يحطوا مصاري بالبنك. سو عم يخلي الاونر اذا بده يبيع بده يرفع السعر، بيجي رقم كثير محترم او كثير هو كان يحلم فيه تيقبل يبيع، هذا الشيء خلى السعر يطلع. هلا بالكيسز اللي انت كمان سالتيها في عالم بعد عم يبيع على السعر القديم، هدول الاشخاص بيكونوا اخذين مثلا قرض او متدينين من البنك. من هالحاله لا بيقدر واحد يدفع له ويسكر القرض، فبيقدر الطرفين يستفيدوا، شخص باع وسكر كل ديونه وشخص اشترى واستفاد طلع مصاريفه من البنك. رح اذكر لك بعد شغله صغيره، ايام بكون نحن عم يصير معنا انه 6 أو 7 ديلز بيتم ورا بعضهم، بيخلص الشيك بنكير عند اخر شخص اللي هو متدين، يعني شخص بيشتري شيك بنكير من الثاني بيكون شايف شقه بيشتريها بنفس الشيك، الثالث بيشتريها بنفس الشيك، بيخلصوا كل يعني ايام بيصيروا كذا بيعه ورا بعضهم. هن اخر شيء بيخلصوا مع الشخص اللي هو متدين قبلان يبيع بهذا الشيك بنكير، مشان هيك تم الديل وتموا كل هول بعض. فهيدا اذا بدك هيك اوفر فيو عن شو عم بيصير هلا بالسوق. هل تعتقد انه بعد الوقت مناسب انه واحد اذا بده يفوت على هيدا المجال، مجال الريل استيت، او لا ما بتنصحهم؟ انا بالنسبه لي على طول اذا النيد موجود، اذا الشخص willing to work hard ويعني يشتغل مزبوط ويتعلم، it's always the best time to join this field. مثل ما يعني عم تشوفوا يعني the conference series state، في كتير عالم they joined in any field من قبل السعر، من قبل الاسكان، من قبل lease to own، بأي any condition you are able to join if you are willing to learn. ما في شرط معين يعني. نايس، يعني واحد لازم لو كان في مشاكل بالبلد واحد ما لازم يتأثر، لازم بالعكس يضل مصابر ومكمل ليوصل، لأنه إذا ما في بوينت لواحد ينجح ما حاطط براسه إنه ينجح ما بينجح بشي، بضل يفشل. أكيد باتريسيا، نحن اليوم ما في شيء ما متأثر if we're adapting right، ما متأثر بأني ماركت. So عطول we're able to adapt we're able to make it بأني ماركت. مشان هيك نحن بنقول للايجنتس كلهم اللي عندنا انه يخلوا عن جد الفوكس تبعهم على وان تاك تحت ما يتاثروا. وبتعرفي قديش في تاثيرات بلبنان، بيحضر واحد اخبار بصير ديبرست، يعني بيروح بيقعد على غدوات بيسمع خبريه. بنجرب قد ما فينا نعزل حالنا عن الاخبار السيئه، بنضل راسنا على الارض وان تاك، بنقدر تو ميك ات فار هذا البزنس. كل ما بنركز على هذا البزنس بنقدر نوصل ابعد مجال. جاد، ليه بدون ينقوا كونفيدنس ريل استيت ومش غير ريل استيت؟ شو اللي بميزكم عن غيركم؟ يعني ما بعرف شو هالك شغله هيك بسيطه. نحن على طول بنقول عنها بالمكتب هيدي مثل واحد بنسميها جيم افكت. يعني بتعرف قديش في عالم بيروحوا بيتحمسوا، خاصه هيدي صارت هلا بالحجم اللي نحن فيه. كتير عالم راحوا تحمسوا جابوا مكانات رياضة وحطوهم بالبيت عندهم، أول نهار يمكن اشتغلوا نص ساعة، تاني نهار طلعوا فيها فكروا، وتاني نهار قالوا لك بكرة أو تاني أو خلص أو بتزبط الدايت أو صار يعطوا excuse to make it أو to run. هلا نحن بغير يعني هذا الإكزامبل ليش عم بقول لك إيه؟ عم بقول لك إنه في عالم بيروحوا على الجيم، يعني هودي نفس العالم إذا جابوا هالمكنة عندهم ما حسوا انه بس، بينما هون العالم اذا بيروحوا على الجيم بيشوفوا العالم حواليهم working hard. مثلا واحد بيطلع على التريدميل، يعني في شخص مره معنا عطى الاكزامبل انه بيطلع على التريدميل بيكون في دموازيل قبله قاعده ما بيستنى ينزل قبل ما هي تنزل هو بيعرف عنه. سو هيدا الجيم تقريبا ابليكابل عندنا بكونفدنس سيلز ستيت. عندنا بتفوتي على المكتب بتلاقي عالم productive، بتلاقي عالم working hard، عم بيقضوا ورا deals، عم fighting to get the listing، عم ينقشوا الدنيا تقدروا يلاقوا لقطات تقدروا ياخذ معه زبونات. فانت اذا بيطبعك شوي هيك فايتر او شيء ما فيك الا ما
تكوني انسبايرد بهول العالم وتصيري تحاربي لتوصلي معهم. وكل الاتموسفير بوزيتيف هذا الشيء بيساعدك انك تلتزمي اكثر، انك لانه بتعرفي ريل استيت هذا بزنس بيز اون كوميشن. سو في كثير قصص عالم تسمعوا بلبنان نحن نتربى على انه انت يا صبي بس تكبر رح تصير مدير بنك او رح تصير موظف بشركه عالميه او هيك. سو هيدي تنكسرها شوي صعبه، وخاصه الايجنت عم يشتغل بيكون بيرجع على البيت بيسالوه شو ما عملت شيء. سو في كثير منتل جيم بتصير. بنجرب نحن بهذا الجيم افكت اللي هو موجود بكونفدنس الكل يكون اون ذا رايت تراك موفينج فورورد. هيدي عن جد شغله كثير مهمه يا الله، مش هيك بحس انه مميزه بكونفدنس. وعن جد بتمنى يعني اللي يعمل كونتاكت مع حيالله ايجنت عندنا بحس هذا الشيء يعني. نايس. طب جاد قديه في صعوبه انه الواحد يتعلم النورمز؟ يعني اكيد كل جوب عندها نورمز، يعني في ستيب 1 2 3 ما بتطلع دغري على السلم. قديه صعبه انه الواحد انه جاي من زيرو باك جراوند سيلز انه يقدر يصير از ايجنت مثل ما حضرتك سميتها؟ اكيد هي منا هينه ان نورمال كيس. هلا نحن بكونفيدنس على طول مصممين كل البروسيس تبعنا انتو فيري سمبل ستيبس يعني، وما بدنا ابدا شيء بايرن. يعني احنا خلينا شخص ويلكنر معنا عم يتعلم هذا البروسيس اللي هو يعني الديل حيالله ديل حيالله قد ما كانت قيمته. نحن مصممين انتو 1 2 3 4 5 اذا متقفي وحده ما فيك تسكر بيه. So how the very simple step عم بيخلوا شباب يمكن في ناس عمرهم 20 سنة معنا عم بيعملوا very serious income لأنه ماشيين على هذا الستيب. وفي عالم برجع لك يعني on the other hand في عالم كتير عندهم خبرة كبيرة بالريل استيت فاتوا على هذا الفيلد جربوا يعملوا الطريقة اللي هن بيعملوها عادة they couldn't يعني ما قدروا يقلعوا معنا. So مش هيك بقول لك هي ability to learn that's it. أكثر من هيك ما عايز شيء شخص يعني وليتو لون أن وليتو ماركر. نايس. هلا إذا واحد فات على المجال اللي هو السيلز ستارتينج قد إيه تقريبا الإنكم تبعه بيكون؟ هلا هذا السؤال شوي يعني ما بعرف كيف نجاوبك إياه لايف بس رح أقول لك شغلة إنه منه شيء غريب أشوف شخص معنا عم بيعمل أول سنة سبعينات. يمكن في كوميشن كمان. هذا شيء نورمال. هلا في عالم بيعملوا أكثر بكثير حسب قديش هو عم يشتغل، وفي أشخاص they struggle أول سنة. بس رح أقول لك شغلة يا باتريسيا. شغلنا نحن as real estate consultants it's about presenting value. يعني أيام في شخص يشتغل نص ساعة وعنده عن جد قدر عمل الديل المناسب وعرف where to put the effort. اشتغل مع هاي probability client، اشتغل مع هاي probability seller، بيقدر بنص ساعة يسكر اللي عم فيه $30. وفي كتير عالم بيشتغلوا 6 أشهر وبيكونوا عم wasting time مع عالم عم يتسلوا أو ما عم بيكونوا selective بالtime تبعهم، لأنه عن جد نحن يعني كلنا بنعرف إنه عنا time عن جد كتير ضيق. يعني إذا بتحطيه بمحل غلط يمكن بيقفك بمحل متاهة كتير كبيرة. so you have to stay on track. بتخلي عن جد الفوكس على being selective مع كل الطرفين شاري وبيع. وما فيك تعرف قبل ما في limit. يعني في شخص معنا كنا عم نعمل لك نحن وياه feasibility مثل انه طيب انت سنة الجاي شو الـ expected income تبعك؟ هو قاله سنة معنا عقيل 100,000. نعم اوكي. من بعد هيك عم نحسب انا حتى انه انه انت عملت 100,000 وعم نحسب اوكي زعل عمل قصه معنا انه خيي انا مش 100,000 كيف جبت اخي انا عم بشتغل عم بتعب يعني فهمت قصدي؟ سو هي واز ديزابوينتد انه احنا فكر انه احنا ما بنوثق فيه. فهيدا المنتاليتي الموجوده يعني كلهم لوكينج تو بي برودكتيف كلهم بوشينج لقدام كلهم موفينج فورورد ويلينج تو ران. اوكي هلا قد ايه انتم بتعملوا له تريننج للشخص وقد ايه مهم انه يكون هو عنده سيركل يعني يكون عنده كونتاكت يكون عنده كونتاكت ان كان الفاميلي تبعه كان اصحابه كان معارفه بي ار ولا انتم بتدربوه فروم زيرو ليوصل؟ هلا بالنسبه للتريننج نحن صراحه يعني نحن بنعمل سيت كونسلتنت نحن منا عالم بيعملوا شغلتهم يعملوا تريننج.
نحن بنحط نعمل اول نهار هيك مثل فيري بيزك ستاف، انه قصص كثير طبيعيه، قصص كثير منطقيه، وبيزكلي تريننج كبير بيصير على الارض مع برودكتيف ايجنتس، يعني الشخص اللي جوينت كونفيدنس بيرجع بيكون مع حدا برودكتيف بيشوف الاكشن على الارض. ما بنحكي نحن قصص مثلا لازم تكون مهضوم، لازم لا، بيشوف ريل بزنس على الارض. هذا انا برايي اكثر شيء معه يفيده تو موف فورورد. يعني اكثر من هيك قد ما نقعد نخبره بوكس ونقريه قصص، ريل لايف از ديفرنت، وهذا الشيء اللي نحن بنركز عليه. وسوري بعد سالتيني سؤال بالنسبه للكونتكست تبعه. نحن من كل الاشخاص اللي معنا من قبل اول سنه او اثنين عن جد بعد قد ما فيكم على الكونتكست تبعكم، نحن ما بدنا حدا من معارفكم، ما بدنا حدا من الكونتكست تبعكم. كثير عالم مش بيقولوا لنا طب انا بعرف فلان، انا بعرف فلان. This business ما بدك contact. This business بدك مثل ما حكينا خلص one track، بدي اتعلم كيف اوصل، and contact راح بيجوا لحاله. ما لنا مضطر يكون عنده هودي تقدر يقلع. بس مع الوقت راح يصيروا عنده من وراء هالبزنس، من وراء نجاحه راح يصيروا يقولوا العالم انه بليز بعلي، بليز بدي اشتري. فهيدي مع الوقت بيبنيها شخص. اوكي. قد ايه مهمة جاد كمان البيرسوناليتي تبع الايجنت، يعني قد ايه البيرسوناليتي بتهم، لانه انت ما عم بتبيع قلم او ما عم بتبيع ورقه، عم بتبيع عقار، يعني انت عم تقنع شخص بشيء ما قيمته $1,000 و$2,000. فقد ايه مهمة كمان البيرسوناليتي انه يقدر يقنع مظبوط الشخص. هلا يعني يقدر يقنعه، يعني نحن منا ببزنس سيلز، نحن بزنس كونسلتنسي. يعني البرسوناليتي نحن بنقول لهم لازم تكون اونست، ذاتس ات، كريديبل اند اونست. اكثر من هيك ما لنا بحاجه لشيء. يعني ما بدنا نقعد نخبر انه لا نقنعه بشيء او هذا. الكلاينت يس يس، نو نو، اف نو، ليتس موف تو انذر اوبشن. ما عندنا ابدا سيلز تكنيكس. رح اقول لك بس افسر لك اياها نقطه 100%. اليوم إذا عندك عقار قيمته $1,000,000 عم يتباع $1,000,000، you have to use sales techniques تبعي. يعني بدك تعلي تقنعي تحت أنه الفاليو العقار عم ينشرها بنفس الفاليو تبع قيمته، بينما إذا العقار $1,000,000 حقه $700,000. you don't need sales techniques. الشخص رح يفوت رح يعرف الفاليو، رح يلاقي أنه it's under value under market price، يعني دغري رح يشتري without sales techniques. فهيدا التارجت تبعنا نحن مع كل التيم تبعنا، انه get value, present value to the market. You will get paid على قد ايه عم presenting value على هالماركت، لا اكثر ولا اقل. عرفت كيف؟ جاد هلا اذا في ناس حابين يفوتوا بمجال الريل استيت هن كاونر، اوكي، بما انه حضرتك عندك هيدي الاكسبيرينس من فتره كثير طويله، فشو بتنصحهم؟ اوكي، كمان هن يونج جينيريشن بيكونوا خريجين جديد وحابين يفوتوا، ما يشتغلوا عند حدا، يفوتوا بمجال العقارات. قد ايه كمان عندهم كاباسيتي انه يحطوا استثمار مالي؟ هيدا دو ان، ودو دو شو النصيحه منك لهم؟ اوكي، اول شيء بالنسبه للاستثمار اللي حطوه ان كان بكونفيدنس او مرات كونفيدنس، انا برايي المصاري ما هم عايزين شيء مصاري، يعني هن عايزين شيء اغلى من المصاري اللي هو الوقت. هو الوقت، يعني نحن على طول بننتبه انه الشخص اللي بيكون عم يشتغل بهذا الفيلد بده يكون 100% فوكس على هذا الفيلد. اذا ما عنده هذا الوقت يكون مركز كل 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 تفكيره، كل القصص اللي عم تقطع براسه على هذا الفيلد، هو نوت ميكينج. انا بالنسبه لي كان بكونفيدنس او بحال محل ثاني، الشخص willing to work in this field انا برايي has to work على long term. يعني ما بيقدر واحد يفكر انا بدي اعمل ديل لليوم، بدي اعمل ديل لبعدين. اذا حسيت في شيء لاك شيء محل اي هاف تو كلوز هلا بدي الغي الديل، لانه انا ام بيلدينج فور لونج تيرم. كل ما تكوني بيلدينج فور لونج تيرم، كل ما يكون عن جد بعد فتره مش كثير كبيره ما رح تتخيل قد ايه البزنس والبيلد اب سريع، لانه العالم عم تفكر عنك ببوزيتيف واي. غير عن كثير بنسمع بالماركت انه والله اكلنا ضرب، اشترينا اكلنا ضرب. هيدي أكثر شغلة سيئة معقول يتعرض لها الريل استيت ايجنت، أكثر شغلة سيئة. سو أنا بتمنى اللي حابب يفوت على هذا الفيلد، إن كان برا أو كان معنا أو كان بأي بليس،
حتى يقدر يعمل لونج تيرم كارير بده يكون عن جد اونست ويحكي الصراحه حتى يقدر يوصل لمدى كثير بعيد. جاد، هل انه بتعرف هلا التايم مانجمنت كثير مهمه، ان كان شاب يعني يمكن الرجال اهون عليه لانه المراه بتكون عندها تاسك ولادها وشغلها والبيت وكل شيء. حضرتك كبزنس مان، اوكي، قد ايه مهم تو مانج ذا تايم بين يور فاميلي اند يور بزنس؟ فكنا عم نحكي كمان عن قصه الوقت من شوي. اكيد التايم مانجمنت شغله فيري كريتيكال، يعني معقول اخر شيء تهبط الكاسل كله على كل اللي بقلبه. انا اول شيء بدي هون اخذ فرصه لاتشكر ميرلا عن جد مرتي، على طول سبورتر، على طول وراي بكل ديسيجن عم بعملها، وعن جد ايام بتاخر كثير لاقدر ارجع على البيت، بيكون عندنا ضغط كبير. بس انا اقول لك شغله باتريسيا، يمكن الفرق بين ال 8 to 9 ال 8 to 5 job، يمكن اوكي من الخمسه للاخر الليل واحد بيكون افيلبل بالبيت. يمكن بهيدا الفيلد انتربرنورشيب او ريل استيت كونسلتنسي الوقت بيكون اضيق او بيكون اصعب، بس انا رح اقول لك شغله، ونبر بيرجع بيلتقى مع عائلته it will be quality time اكثر. نحن عم نشتغل على الكواليتي، يعني اذا شخص قدر كان productive بهذا الوقت اللي عم بيحطه اكيد هذا التايم اللي رح يقعد مع عائلته فيه يمكن يكون اقصر من هذيك، بس رح يكون more enjoyable. يمكن يسافروا، يمكن يعني خلاص رح يكون في فن اكثر. هذا الشغل مجرد مبني عليه انا، واكيد انا يعني اجاني صابي من تقريبا شهرين واكسايتد على طول لارجع لاشوفه، مش على طول بقدر، بس بعرف بشوفه وبعرف انه انا اي ديد جود توداي، بعرف المستقبل رح يكون عن جد بكثر خير الله كثير ستيبل لانه عم حط هذا التعب. هذا الشيء ككواليتي لإلي بخليني احس انه انا اكثر مرتاح، حتى لمرتي ولعائلتي بحسوا انه اوكي تعبنا وما التقينا، بس التقينا عن جد هذا الشيء كان محز. عرفتي كيف؟ سو هيدي الفرق بس بين 8 to 5. الدعم كثير، الدعم المعنوي كثير مهم عن جد، يعني بكون عندك باشن تيجي تشوف اولادك ومدامتك دعمتك، يعني هيدا شيء كثير حلو عن جد. اكيد اكيد اكيد. جاد حابب تزيد اي انفورميشن خاصه بهلا بالعقارات بهيدا الاوضاع؟ لا قبل ما ابدا هودي هن بالنسبه للريل استيت، حابب تزيد شغله صغيره كنت حكيتها بالفيديو قبل تبع البرزنتيشن تبع الحلقه. بدي اسالك عنها كمان. كنا حكينا انه نحن وي ار ويلينج، في عندنا اذا بدك مثل برودكت لكل الانفسترز اللي عندهم تقريبا 200,000 وطلوع، they can invest هال 200,000 in real estate with guaranteed return. هاي تقريبا انا موجوده بالماركت، نحن بالكونتكست اللي عندنا بهذا الفيل بالماركت، في عندنا اونر عنده عقارات كثير كبيره، يعني اجمالا تقريبا 30 مليون واكثر مجموعه. هذا الشخص ولي انه عالم بما انه حاطين مصاري بالبنك وما عم يجيهم ريتيرن، بتعرفي اليوم البنك زيرو بالمصريات بالبنك عنده، قبل كان يعطيك انترست تتخلي هالمصاري، هلا ما عم يعطيك شيء لانه اصلا ما فيك تطلعيهم الا بشكل بنكي. هذا الشخص اللي هو انفستور ويلينج انه يعطي مصاري، سوري، يرهن عقار مقابل 40% من مصاري حياتيه، يعني بيجي شخص عنده 200,000 بحطهم عند هذا الزلمه وبيرهن عقار ب 500,000 تقريبا، والاونر اللي اخذ هالمصاري راح بيعطيه المصريات وذ ريتيرن، لانه هو عنده بزنس بيقدر يشغله، وراح يرجع يعطيه المصاري اللي حط 200,000 بلس 5% في يير. سو هيدي الصراحة عم بلشنا فيها البرودكت هلا، بس بدنا تعرفنا على هذا الشخص اللي willing to do this investment. صار لينا كذا حدا بحطوا مصاري بهذا العقار بيرهنوا، يعني they are protected. اليوم بالبنك انت مصرياتك يمكن يقولوا لك راحوا، صح؟ بينما العقار اذا صار شيء وما رد بالمصاري لا سمح الله for some reason عندك عقار يمكن 500,000، اوكي؟ هيدا الزلمة بهالشغلة الانفستر اللي حط مصاري صار عنده جارانتيد إذا بدك حمي مصرياته، وعنده ريتيرن 5% اللي ما عم بيخدها البنك، والأونر اللي هو كان عنده هذا العقار صار عنده سيولة يقدر يكمل البزنس تبعه وراح يرد له هذيك بلس 5%، لأنه كمان الأونر ما عم بيقدر ياخذ مصاري البنك، ما في لونز ما في شيء هلا. فهذا فيري سيريس برودكت، أنا بعتقد رح بيعمل تغيير بالسوق اللبناني كله، يعني على الخوف من البنوك اللي موجود هلا بلبنان. بس حدا عم بسمع دغري عم يكون مهتم بهيدي النقطه،
إذا حدا مهتم عن جد بليز فيل فري تو كونتاكت أس، بنجمعكم مع المحامي نفرجيكم كل الليجل دوكيومنتس اللي عندنا إياها، كله كلير، كله كفر، كله 100% جارانتيد. اللي بيهمه بليز كونتاكت أس وبنفسر له أكثر. أوكي، بيزكلي هيدي هي، يعني إذا كان عندك سؤال بعد. لا بدك تقول لهم اللي يحكوك على السوشيال ميديا تبعك، اذا بدك تقول لهم شو الاكونت تبعك تقدروا يتابعوك ويسالوك. يس، على جاد بيتار على فيسبوك، وعلى جاد دوت بيتار 10 على الانستغرام، وعلى بيج تبعنا كونفدنس ريل استيت على انستغرام وكونفدنس ريل استيت على فيسبوك. على انستغرام كونفدنس ريل استيت لاب بيلاقونا، واكيد زبطكم رقمي 710-00279. اللي بدي اوكي حكتب لي انا على الشات لينك، فيك ترجع تعيده بليز؟ 710-00279. يس اوكي راح اكتبها هلا لانه راح نبلش كمان على الاسئله. اوكي جاد بيتار كونفيدنس ريل استيت، اذا اي حدا عنده اي سؤال فيه يساله اياه لجاد ليتر اون. اوكي بدك نبلش بالأسئلة؟ yes أكيد. yeah. في عنا أول شيء ربن علام عم يسأل is real estate an investment or just a sales and contacts network skills due to the more the interest rate in Lebanese banking. Real estate بالنسبة لي أنا it's an investment, it's a shelter, it's everything. يعني واحد بده يحمي حاله بأني كيس حس حاله منه secure بيشتري real estate لأنه it will always be protected by cost of construction. يعني لو شو ما صار ما رح ينزل عقار تحت قيمة عماره، يعني ما أقول عقار مكلف 100,000 ينبيع $1,000، رح يتعطول يكون بالمارجن تبع cost of construction. So it's very safe to do real estate, to buy real estate. أكيد معقول كمان يكون investment، يعني في عالم بيشتروا real estate. يعني لقلي تفرق بس بين real estate والجولد، إنه الجولد إذا اشتريتيه حميتي حالك بس ما فيك تعمل return منه، بينما real estate فيك تشتري عقار حميتي حالك أو أجرتي عملت return منه. صح. أوكي. شي حدا عم بيقول please explain to us first what is to invest in real estate in Lebanon. Is it only to buy or rent properties, or there are other ways? لا بالنسبة لي هذه يعني واحد بيقدر يشتري عقار to protect the money, to invest his money. ما في other way. يعني في أجره كمان. هذه. أكيد بس ماني ما بس فيك بس تعلي صوتي لأن بعتقد في مشكلة الصوت عندي. أوكي. في سارة عم تسألنا is it smart to buy apartment in this pandemic or should we wait till after؟ هيك مزبوط مسموع صوتي جاد؟ ايه اكيد it's smart لانه بعد هيدي الكورونا فيروس ما فيك تعرفي شو راح يصير. يعني once فتح البلد يمكن بيرجع تسكر الطرقات، العالم يكسر البنوك، ان شاء الله ما بتصير، ان شاء الله. يعني عن جد نحن بنتمنى على طول الخير، وبرجع بقول لك نحن ما متأثر بأني ماركت، يعني لا ميزر لا طارق، بس اكيد نحن عايشين بهالبلد نتمنى الخير لهالبلد. بس انا بالنسبه لي I don't see clear pass هلا في ضياع كثير كبير. So يمكن بس يفتح البلد، عم نسمع كثير انه رح يصير تسكير طرقات او يصير في قصص مشاكل. كل ما تكبر مشاكل كل ما يكون في ريسك اكبر على البنوك، كل ما يكون في ريسك اكبر على مصرياتكم. So it's very smart to protect your money buying real estate. That's it. صح. بتحكي كمان انه نحن مش بس هلا قصه كورونا، من قبل كمان ما في اسكان، ما في لونز مثل ما سبق وقلنا، يعني اوريدي عندنا مشكله. خلينا ناخذ بعد سؤال من ستيفانو تانوس. اوكي بيفور يو ستارت اي وود لايك تو سي في ستيفانو بده يقول هاي لجاد. ستيفانو تانوس and tell him I'm so proud to be brother and a member of this team. يعني حدا بس حابب بيشكرك بكل قلبه. One of the fighters, Stefano. One of the fighters. يعني نوجه له تحية. Okay. جيلبر نعمة عم يسأل when is the right time to sell a house during this pandemic?
انا بالنسبه لي بهالبانديميك اتس نوت جريت تايم تو سيل بكل صراحه، لانه او ذا اونلي تايم رايت تايم تو سيل اذا عنده شي لون او عنده شي قرض اخده بيبيع ومسكر القرض، او اذا اجى كاش باير اذا عنده اي ار كثير مميز معقول يجي باير يعطي كاش كاش ما بيتاثر يعني. بس هلا تحط شخص يبيع ويحط مصاري بالبنك it's not a good idea أبدا. أنا بالنسبة لي بجرب لك عن جد كله على مسؤولية الشخصية على رأيي مسؤولية على رأيي حاجة. أوكي في حدا عم بيقلنا please tell us more how to invest in the real estate. اسمه ألان نهرة. إيه ألان. How to invest in the real estate. بالنسبة لي على طول بدك تشوف الفاليو. يعني كثير عم نسمع عالم هلا عم يشتروا بجريس او عم يشتروا بسايبرس او عم يشتروا بقصص برات لبنان حتى عم يدفعوا بلبنان. How to invest in real estate, you have to know what you are buying. بالنسبه لي انا buying something برات لبنان you don't know the market, it's a very very risky thing. وانا ما بنصح فيها ابدا يعني. اوعى. انا بالنسبه لي كل الكولز بيجونا تقريبا عدد كتير كبير بيجينا بيسألونا إذا عندكم برا بقول له أنا ما بنصحك أبداً 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 تشتري برات لبنان. انفست بشيء بتعرفه، انفست بسوق بتعرفه. اليوم بالأشرفية بالداون تاون بحيالله محل بين شارع والتاني بيكون في دبل ذا برايس. سو أنت إذا عم تشتري بجريس يو دونت نو ذا فاليو، يمكن تشتري ب 100,000 يكون الفاليو تبعها 20,000. سو أنت بتحس حالك سيف بس قطعت الثورة وقطعت الهيبة الهيبة وكل شيء رجعت بعتها ب 20,000 بتكون عملت. So when is the time to invest or how to invest? أنا برأيي عرف شو عم تشتري, know the area, know the product, بتكون safe أكثر شيء. إذا منك بهذا الفيل أو هذا you have to use someone expert بهذا الفيل تقدر يساعدك to guide you when تشتري when لا. لأنه عن جد يمكن بيقولوا يعني أكثر شيء expensive إنك ما تعطي حدا professional. إذا أنت بتجرب تشتغل لحالك يمكن توفر 2% او اللي هي بس يمكن تدفع فرق كبير على الفاليو الغلط اللي اخذته. فهيدي هي عرف شو عم تشتري. هاي نصيحتي انا. اوكي في ادونيس سري الدين عم بيقول مرحبا استاذ جاد, انت قلت انه اذا حدا بده يشتغل معكم مفروض يكون عنده المام بالتعلم او انتم بتعلموه, لازم يكون واصل لمستوى معين كتحصيل علمي. هاي بالنسبة لإلي نحن ولا مرة أخذنا سيفي من حدا اللي فات على كونفيدنس. نحن تقريبا 70 شخص اليوم بكونفيدنس. أنا ما ولا شفت ولا سيفي. أنا الشخص بعد أنا وياه if I can trust وبيفرجيني هو ability to learn ويشتغل مزبوط. كل حدا عنده الكابابيلتي إنه يعملها. بس رح أقول لك شغلة باتريسيا كمان مش حيالله حدا يعني. نحن في عندنا 30 40 مهندس معنا, عندنا لويرز, عندنا كذا شخص معلمين كثير. بس منا ضروريه بس بالاجمال هيك عم تكون يعني. نحن كلنا ناس willing to learn و one group يعني willing to work مع بعض. اوكي في حدا اندرو خوري عم بيقول could you take advantage of this situation rate اللبناني للدولار and buy land with dollars. حسب وين رايح سعر الدولار يعني. هو اذا قصده على الكاش دولار اكيد هي كان تيك ادفانتج. اليوم اذا الدولار عم يجيبه من برا هو بعده عم يقبض 10,000 دولار عم يقبض 10,000 دولار. فاليوم 10,000 دولار اليوم صارت 45 مليون او 42 مليون اللي هي طبعا. اكيد هي كان تيك ادفانتج. وبنفس الوقت هيدي وين رايحين للماركت يعني. نحن بنشوف بعد فتره اذا ضل هيك الوضع يتدهور يمكن يصير 10,000 دولار تعمله 70 مليون. في كتير عالم ياخدين لون 70 مليون رح يقولوا طب انا بقبل 70 مليون بكون كلفته للبايع 10,000 دولار يجيبها. فاكيد اتس ا بيج ادفانتج. في كتير عالم اكسباتريتس عم بيقول لهم فيك تخيل قد ايه عالم لبنانيه ساكنين برا, لبنانيه استرال, لبنانيه بامريكا. كتير عالم اللي عندهم دولارات برا كانوا قبل اذا بدهم يشتروا ارض مثلا بمليونين دولار بدهم مليونين دولار, هلا اذا جابوها من برا يمكن 800,000 900,000 قبل تشتروا هذه الارض. So it's a very big advantage. Very good question يعني كمان. انا عم بصير كثير.
Okay, في أنطوني أبو داهر عم بيقول جاد how can we start real estate investing with a low amount of capital؟ مثل ما سبق وقلت يمكن إنه ما بدنا استثمار مالي أكثر. Real estate investing إذا بدك تفوت ب real estate investing لا بدك capital، بس إذا بدك تفوت ب real estate field وتعمل مصاري بدك تفوت على البروكرز أو consultancy ما بدك ولا دولار. بالعكس فيك ب zero capital تعمل 100,000 up to 100,000 200,000 بالسنة if you're on the right track. So ما بدك أبدا capital. بالinvesting بصراحة very low amounts أنا بحسها كتير risky. تجي تشتري أرض بآخر الدنيا ب 10 دولار أو شيء، أنا I think it's risky. في حدا عم بيسأل هلا الـ Airbnb مانا كثير موجودة عندنا بلبنان، يعني أكثر برا بيورو. عم بيسأل ميشيل نورية can you tell us how people are making fortunes from Airbnb؟ الـ Airbnb هي عالم بيشتروا عقار بيأجروه on a daily basis، في application بحطوا حجوزات وهيك. هلا الـ Airbnb بتتأثر أكيد بالسياحة أو بالسياحة ضمن البلد حتى. بهلا هالوقت ما بعتقد في سياحة عم بيكون، سو كل rental business بلبنان متأثر، وخاصة على الريتس. يعني اليوم يمكن بيكون شخص بيأجر ب 100 دولار ليلة بس بده 400,000 فقط، اللي عم بيكون في شوي. يعني أنا بعتقد الأجارات والـ Airbnb رح يرجعوا ياخذوا المعيان تبعهم يمشوا مزبوط، بس يركز الريت. بس نعرف إنه الدولار 4,000 أو 2,000 أو اللي هي كل الأجارات بترجع تقلل، إنه كثير عم يصير في مشاكل هلا بالريتس، خاصة باللونج تيرم رنتلز، أو حتى العالم عم تقسط شقق تشتري، عم يصير كمان عنده مشاكل بالريتس. اوكي، في إلي رزق عم بيقول don't you think that the rental income in Lebanon are low بالنسبة لسعر الـ property؟ أكيد 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 it is low، مشان هيك الـ rental business بهيك فيلد منه كتير مربح. It is low، إن هو إجمالي لازم يكون 6% من قيمة العقار، بس هلأ أكيد عم يكون أوطى بكتير 3-2%، لأنه العجلة الاقتصادية كتير بطيئة. ما في كتير عالم عم بتفتش تعمل تكبر بزنس ولا to rent more apartments أو sorry offices. رنت البزنس شوي بلبنان منه مظبوط بالنسبة لي هلا، لأنه الفاليو كتير عالية، طلعت من وراء الريسك، طلعت من وراء الخوف. فالعقار قيمته مليون دولار، لأنه قد ما عالم خايفين عم يتقاتلوا تيشتروا طلعوا مفاتوا من البنك، بس المليون ما راح يتأجر ب 60,000 بالسنة بهيك كيس، لأنه الوضع الاقتصادي مثل ما شايفين. يعني في جهاد يتيم عم يسأل إذا بده يبلش شغل بريل استيت إذا فيه يقدم عندك. أكيد أكيد كل حدا is more than welcome. نحن بنعتبر إنه التيم تبعنا 70 agents هلا، بس كنا عم نحكي هذيك اليوم بعتقد نحن بحاجة ل 500 شخص. يمكن تفسر الرقم شوي بنقز، بس الطلب اللي عنا والهجوم الكولز اللي عنا والبادجت اللي عم نحطه to get calls عم بيكون كتير كبير. تقريبا بدنا ما بعرف 400-500 شخص تنقدر نلبي هالطلب اللي عنا اياه، وكل شخص مهتم عنده مثل ما حكينا الوقت والابيليتي تيتقدم بحياته يتواصل معنا او يبعث لي مساج او يبعث لنا ايميل او يدق على الشركه. نحن والهيلب بكل كيس، يعني بكل كيس نقعد معه ونشوف شو فينا نسوي تقدر يتقدم بالكارير تبعه. في سؤال جاد بعد من ألكسندر زغيب مع أنه شيء خاصه باللونز. Is there a way to buy real estate with bank loans and rent the real estate property before paying off the loan؟ بس مع أنه هلأ في مشكلة باللونز، يعني ما حدا عم يعطي لون. أوكي هلأ إذا عم يسألني هلأ هل اليوم ما في housing loan أو ما في loan، بس السؤال تبعه يمكن عم بيحكي يمكن أخذ إسكان هو. بيكون فيه تبع إسكان أنت منك أمنياً، أو إسكان أو housing. الهاوسي في شيء مدعوم من الدولة هو الشخص اللي هو يسكن فيه مش تحطي أجره. أنا بتعرف بلبنان باتريسيا بتعرف كيف بتصير، يعني والله بقول له واحد عود وتفاعل ما عمل كونترا، يعني ما بدي خبرك كل كيف اللبناني بجرب يتذاكى على القانون ويرتبها. وفي كتير عالم يخدين كذا كذا بيت ومأجرينهم وأجارهم عم يدفع الهاوسي تبعهم، بيجعوا بعد فترة بصير بيت لهم. يمكن كمان ما بعرف اذا بدي اقول لك انه هيدي مشكله المشاكل اللي خلت يوقف الاسكان او يوقف الهاوسينج، قد ما في عالم استغلوا هذا الموضوع. ليجلي مش كثير مضبوطه، بس عم بيقول سوري يا جاد، عم بيقول النورمال دايز
عم يحكي. النورمال دايز حتى يعني النورمال دايز الاسكان اللي بياخذ اسكان ما في اجر، لانه الدوله بتساعده بالتسجيل، بتسجل له الشقه بكانه هي عم تدعمه، انه هذا شخص ميديوم عم يجرب يقلل حياته، عم يجرب يتجوز، اوكي نحن بنساعدك بالفايده وبنساعدك بالتسجيل، لا تدفع تسجيل، مشان هيك عم نساعدك تعيش، وهذا مش تروح تاجرها وتاخذ ريتيرن. استغلت هالنقطه كثير لبنانيين استغلوها، بس من الاخر يعني it's not legal، بس في عالم تعملها. خلينا نشوف في مصطفى عمر. It is right if we put لحظة، لا هيدا غير انترفيو. عم بطلع على سؤال وعم يسأل عليك اليوم. عم يسأل شيء عن الانترفيو اللي قبل، بقول له إذا بده بيقدر يرجع يحكي لعماد. نحن هلا عم نحكي عن ريل استيت. بتسألني شيء عن الغرام ولا بالحب يمكن؟ إيه عن الغرام فيك تفيده. سأليني يا باكي من بساتي. يلا هيتا نشوف سؤال. اوكي هو عم يسأل. ما تصوتيني. خلينا ناخذ بعد سؤال. You were saying it's risky to invest in real estate with a low capital, lower than $50,000 عم نحكي, which also is still stuck in the bank. Can you explain how usually you'd be able to invest it? أنا قلت it's risky. حسيت اليوم إذا بناخذ شيء كثير صغير بده يكون بمحل كثير بعيد، يعني بناخذ أرض بجرود أو شيء محل كثير بعيد. بعتقد it's not ما في شخص يسيرها ساعة اللي بده، يعني أنا برأيي اللي معه lower budget في يكون بيروح على غير قصص، يعني في عالم بعرفها كثير، مثلا أعطي example، في عالم بتشتري يمكن سيارة قديمة عندها value عالمية يمكن ب 20,000، سيارة قديمة بيقدر يحافظ عليها to maintain it، بعد فترة يرجع يرد مصيرته أو الفاليو تبعها رح تطلع. عم بعطي example، في حتى شخص بعرفه عنده low budget بيشتغل هو اختصاصه نبيد، رجع اشترى كذا عقبة نبيد من السوق، بيعرف انه نبيد مع الوقت رح يعلى الفاليو تبعه ورح يقدر يرجع يبيعه. برأيي انا باتريسيا very low budget رح يعلى بأرض بآخر الدنيا، ما حدا رح يرجع يرغب يشتريها لأنها تكون كثير بعيدة وما رح يقدر يسيلها. انا بحب الريل استيت when you invest تقدر دغري عشت مصاري تقدر تردهم. بعت الهم بس تكون كثير بعيدة فيها صعوبة للبيع. جاد الشخص اللي عم يسأل عن اللوف قال لا بده يسأل هذا السؤال لجاد. اسمه مصطفى عمر، ما بعرف إذا بتعرفه. شو اسمه؟ مصطفى عمر. أوكي عم بيقول It is right if we put rules for love which is loyalty, trust and love. سوري بس ما سمعت فاطمة. Okay, it is right if we put rules for love, which is loyalty and trust. Yeah, Mustafa Jamal. Loyalty and trust, أكيد هن أساس بال love. بالنسبة لي طعنا الموضوع، بس أكيد في كتير قصص صغيرة كمان كمان هن مش بس loyalty and love. بعيد عن ما أجيب شيء الماضي. جاد ما بقى معنا كتير وقت، بس خلينا هيك على السريع نختم بكلمة من حضرتك. شو بتحب تقول لكل اللي عم يسمعونا وعم يحضرونا؟ حتى انهي هذا الانترفيو، سوري بس انا بدي اقول لكل شخص عم يحضرنا قاطع بفترة بتعرفوا الوضع اللي نحن فيه كتير مأساوي. عن جد بالنسبة لنا إن بكل مشكلة بتصير بالبلد عن جد في opportunity للكل، بس الشخص لازم ما يكون مسكر عيونه ومركز على المشكلة تحت خلص بيفقد آخر شيء، بيخسر وقت وبيخسر عمر، بيسبقوا الترين. so نحن عن جد بتمنى من كل شخص عم يحضر هذا الانترفيو يجرب قد ما فيه صراحة ما يحضر أخبار، يركز على حاله، يركز على الكارير تبعه، يركز على اللايف تبعه وين رايحة، وعن جد في كتير opportunities رح تقطع قدامه هيك ما بقف فيها، لأنه إذا مركز على المشكلة ومركز إذا صار في حصار أو ما أدري شو صار رح تقطع opportunity قدامه ما يشوفها. فأنا بتمنى على كل شخص عن جد إذا كان قاعد بلا شغل أو إن كان شو ما يكون عنده مشكلة يضل عن جد positive. أنا مثل قلي I'm very lucky وكتير حلو إني موجود بلبنان وعن جد كتير متعلق بهذا البلد، بعتبر إنه عن جد في أحلى opportunity وخاصة اللي عم نشوفه عم يصير بالعالم كله، ان كان بامريكا ان كان بحالة بلد باوروبا،
وانا بدي في مشاكل، انا برايي لو كونتيتي بلبنان ما حدا انبيتبل ولا باي بقال الكيس، واللي عنده عن جد شيء ديبيت بهذا الموضوع انا ام ريدي بخبره عن جد قديش في اوبورتيتي بلبنان، وقديش في عالم بفكروا انه يسافروا لبرا انه والله انا بدي هاجر. طيب انت عارف حالك من رايح، عارف انه انت بس عم تفكر انه هالقد انا مركز على الهجره عم تروح ماني ماني اوبورتيتيز بلبنان. يا اخو نحن في 70 عائله بكونفدنس لوكينج فور اوبورتيتيز، وهلا عندنا كذا فكره جديده عم نفتح شركتين ثلاثه نبقى نحكي فيهم بعدين، لأن قد ما في opportunities ما عم نعرف شو بدنا نعمل تنقدر ناخذ هال opportunities كلها، عم جد لازم فينا نكبر كثير لازم نغطي هال opportunity. في 70 عائله تقريبا عم يعيشوا من وراء هال opportunity، انا عم فكر تتجوز، انا عم فكر تشتري بيوت، انا عم فكر تشتري سيارات اللي بتحبها. ما ننسى وين نحن وين رايحين، وما ننتهي بقصص distraction بصير قدامنا ونبعد البكتشر الاساسيه اللي رايحين عليها. وعن جد أنا بشكر الكل على هذا الانترفيو، ما بعرف إذا لازم ننهي، مزبوط؟ نعم لازم ننهي الانترفيو؟ صح، لا أنا خلص خلص الوقت. أنا بشكر الكل اللي تابعني بهذا الانترفيو، feel free to call me anytime أو to contact me على السوشيال ميديا طبعاً أو طبعاً Confidence Real Estate، و hopefully نرجع نشوفكم بحلقة تانية باليوتيوب شانل طبعاً أو تبع عبدالله. وأنا بدي أشكرك عبدالله هلأ بيان، بدي أشكرك على هالأوبورتيونيتي اللي أعطيتنا إياها، وعن جد الله يعطيك العافية، وبعرف قديش تعبت حتى نقدر نعمل هذا السيمينار كله. Hi, hi, Jad. Thanks, Patricia. I think it was really an interesting topic. وكثير العالم عم بيسألوا بعد أسئلة بعدها موجودة. بعده عمر مصر باتريسيا، وهذا مش سؤاله لجاد، في شيء غلط صار بالأسئلة. في سؤال شيء للريل استيت، بس بعدين عمر فيك تتواصل مع جاد بطار لايف تحكيه على الإنستغرام. Make sure to mention انتو عم تحكوا مع جاد انه you were attending the Ecolion Summit كمان تيعرف اكتر من وين عم تحكوا. جاد هو صديق لقالي كمان ايام المدرسة، وزيادة عن هيك هلأ طور هالبزنس وهيك عنا the same vision مثل ما عم نشوف. من هيك حبيت هول التو توبكس يكونوا بالاخر، توبك الريل استيت وهلأ توبك الايكونومي رح نكون عم نحكيها والفاينانشال ماركت بعدين. شفت انا قعدت مع جاد كتير وشفت الاوبورتيونيتي، شفت عدد الشباب والصبايا يلي عن جد عم يستفيدوا من هالاوبورتيونيتي وعم يقدروا عن جد يأمنوا انكم لالهم ولعيالهم ويكونوا they are fighting هيدي الايكونوميك كرايسيس اللي عم نقطع عليها. هيدي الايكونوميك كرايسيس رح تكون عم نحكي عنها بالسيشن اللي بعدها معي، بس بهالوقت بدي اتشكر كمان باتريسيا لهالتو سيشنز الحلوين يلي كانت عم المودريشن. نفس الوقت مثل ما كنا قلنا she's the presenter بمريم تي في and she has his own small business اللي عم تبنيها تدريجيا. جاد بنفس الوقت ال confidence real estate والتيم اللي عم يكبر it's I can feel really proud، مش منك really proud انه عم نتواصل سوا عم نكون مع بعض بهيدي الامور، لانه عن جد المرحلة تتطلب كتير جهد من افراد ومن مجتمع مدني لحتى نواجه الصعوبات والتحديات يلي مش هلأ بس موجودة، يلي رح بتكون جاية بالأسابيع بالأشهر وبالسنين الجاية. عبدالله بدي أشكرك عن جد، thank you كتير على هالإيكولير سامت عن جد والأوبورتونيتي اللي عطيتنا إياها. thank you لألك جاد كمان على هالإنفورميشن كمان اللي عطيتنيها لألي أنا وللمشاهدين اللي عم يحضرونا. مرسي لألك و thank you for your time، وإن شاء الله نشوفكم قريبا أكيد بعد هالكورونا ممكن نلتقى ونتعرف عليكم بالشخصي. أكيد عبدالله نعرفك أكيد، بس باتريسيا تعرفت عليك اليوم أكيد إلي شرف. نشوف كل شيء بتعملوه، وعن جد عبدالله عن جد thank you على هالأوبورتيونيتي وكيب pushing. عن جد شيء اللي عم تعمل أنت كمان كثير كثير مهم وكثير عم يغير young people، كلهم عم يطلعوا for opportunities عم تجرب أنت توجههم. عن جد أنا بهنيك على الفرصة اللي عم تعطيها لكل العالم كمان، وبدك تعطيني فرصه ان شاء الله واجب بعد ما تعمل واجبك في الاوفيس. انا مثل ما الكل اتس اور ديوتي تو كرييت سولوشنز بهالوضع خصوصا اللي نحن فيه. سو بدي اتشكركم اثنيناتكم لحضوركم ولهيدا السيشن.